مجموعة لوبيك بلس اتخذت قراراً في يوم 5 أكتوبر الماضي بتخفيض سعر الانتاج، كمية الانتاج بحدود 2 مليون برميل يومياً، أدى إلى ارتفاع الأسعار واستقرار الأسواق. لكن المتغيرات الأخرى أصبحت هي الأخرى لها تأثير على أسعار النفط العالمية، منها المخاوف من تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، وكذلك تراجع امدادات أو طلب النفط من الصين. هذه العوامل لا تزال مؤثرة، لكن الأوبك كمنظمة وحتى مع تحالف الأوبك بلس تستهدف إلى وضع استقرار في السوق النفطية، بما يضمن كذلك مصالح الدول المنتجة، ويتراقب السوق وتتخذ قراراتها كل شهرين مرة حسب متغيرات السوق. والاجتماع القادم كما صرح أمين عام الأوبك بأن المجموعة ستراقب الأسواق، وإذا استلزم الأمر ستتخذ قرار آخر بالمزيد من التخفيض من الإنتاج للمحافظة على الأسعار. الأسعار في الوقت الحاضر هي مستقرة بحدود الـ 87 دولار للبرميل بالنسبة لخام تكساس و 85 لخام برنت، وفي تصوري هذا السعر يعتبر مقبولا لدى كافة مجموعة الأوبك بلس. نعم، تحالف أوبك بلس أيضا قرر خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023. وفقا لهذا القرار، كم على العراق أن يخفض من إنتاجه؟ نعم، هذا القرار اتخذ في يوم 15، ومن مجموع 2 مليون تخفيض إنتاج كانت حصة العراق بحدود تخفيض 200,000 برميل يوميا، وهي لا تشكل عبئا على الموازنة العراقية ولا حتى على المداخيل، علما أن إيرادات النفط العراقي خلال العشرة أشهر الأولى فقط من العام 2022 تجاوزت 100 مليار دولار. وهذا التخفيض بالمناسبة كما أشرت إليه هو فقط لشهري 11 و 12، وبمعنى إلى نهاية عام 2022. لكن في يوم 4/12 سيجتمع تحالف لوبك بلس مرة ثانية لاتخاذ قرار للفترة الأخرى، يعني بداية 2023. نعم، أيضا هذا الخفض هل يمكن أن يؤثر على عائدات العراق والوفرة المالية التي يتم الحديث عنها كثيرا في هذه الأيام؟ لن يكون التأثير كبيرا، لأنه العراق له إمكانية حقيقة لتصدير قيمة أكثر أو كميات أكثر من النفط، لكن محدودية المنافذ ولأسباب تقنية لا يمكن أن يتجاوز الرقم الذي يعمل به هو حوالي 3.5 أو 4 مليون برميل يوميا، وبالتالي حتى هذا التخفيض لن يؤثر كثيرا. علما أنه لحسن الحظ الأسعار الحالية في العام 2022 تبشر بأن موازنة 2023 ستكون موازنة جيدة وقياسية، قد تتجاوز 120 مليار دولار، ومع اعتبار سعر 75 دولار للبرميل واحد، علما أنه آخر مبيعات نفط وصلت إلى حوالي 85 إلى 89 دولار للبرميل واحد. والسنة القادمة الكل متفائل بالنسبة للمراقبين الاقتصاديين والنفطيين، لن يكون هناك عجز في الموازنة ولن يكون هناك حاجة للاقتراض، وسيكون هناك وفرة مالية ممكن تستغلالها في المشاريع الاستثمارية فيما لو أديرت وخطط لها بشكل جيد.